يسمون باللقطاء، وهل هؤلاء يعاملون معاملة الأيتام أم لا؟ أول اليتيم هو وصف، فإذا قصد باليتيم الأجر الوارد في النفقة على اليتيم والمسح على رأس اليتيم، القسم مقصود المسح ترى هو العطف والرعاية والعناية، فهذا ينال الإنسان به أجر اليتيم وأكثر، لأن هذا حين أهمله والده وضيعوه بهذه الطريقة لم يعد له قرابات، بينما الآخر له قرابات وله، فحاله أحسن من هذا في هذه الصورة. فيكون لو أن الإنسان مثلا أوصى لأيتام أو حلف أن ينفق على أيتام مثلا، فإنها هذا الحكم يسري على أمثال هؤلاء الذين يجهلوا والداهم، فيكون لهم حكم الأيتام، ومن تكفل بهم فلهم حكم فله أجر رعاية اليتيم وأكثر، لأن حالتهم أشد من حالة اليتيم. والله أعلم. رعاية ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.